الأسباب واضحة بالنسبة إلى يعني استقالة 113 قيادي رئيسي وجهوي من حركة النهضة، وتكمن خاصة في استئثار رشد الغنوشي بالسلطة في داخل الحركة، وكذلك يعني مروره بقوة ويعني مروره إلى استعمال سياسة القوة وقوة السياسة في تمرير اقتراحاته وفي تمرير سياسته التي سوف يواجه بها الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عليها قيس سعيد. حالة الإنكار التي يعيشها رشد الغنوشي مما حصل يوم 25 جويلية وفيما بعد يوم ما حصل من إعلان عن إجراءات حلة البرلمان بصفة نهائية هي التي جعلت هؤلاء المئة قيادي يلجؤون إلى الاستقالة، لأنه أصبح دورهم سوري داخل حركة النهضة وأصبحوا لا يتمكنون من إيصال يعني أصواتهم داخل مؤسسات الحركة بعد أن سيطر عليها الغنوشي وبطانته من يعني بطانته من القيادات الأخرى مثل نور الدين البحيري، عبد الكريم الهاروني وغيرهم من القيادات التي لجأت بصفة انتهازية إلى الوقوف جانب الغنوشي قبل 25 جويلية وبعد 25 جويلية. اليوم مع الأسف احنا خضنا معركة أسلحة داخلي في حركة النهضة، والناس كل تعرفها منذ سنوات هذه المعركة، هذه ما عرفت معركة أسلحة داخلي، يعني التونسيين الكل يعرفوها. يعني وصلنا إلى حالة يأس، صدقا وصلنا إلى حالة يأس، ولكن صدقا اليوم حركة النهضة معزولة، القوى السياسية بدأت تتحرك، الأحزاب بدأت تتحرك، القوى الوطنية، النخب، الإعلام بدأ يتحرك ضد، يعني ولقينا روحنا معزولين. يعني مرحلة هذه الإصلاح وصلنا في حالة يأس في ولقينا روحنا مكبلين بانتمائنا لحركة النهضة. اليوم تونس قبل كل شيء، اليوم تونس قبل كل شيء، والبوصلة الوطنية هي فوق بول الحساب، والانتماء الحزبي إذا كان ثم شكون باش يكبلوا الانتماء الحزبي في معناها على مصلحة البلاد، الأصل فيه يتخفف من هذا الانتماء الحزبي. واليوم البلاد شانتي، معناها شانتي كبير اليوم في البلاد، ما نجموش نقعدوا نتفرجوا، خاطر عندنا إشكال داخلي في الحزب، نقعدوا نستناو المؤتمر سفاري شي عام جاي ولا العام اللي بعده. يعتبر نهاية مرحلة بالنسبة إلى حركة النهضة، لكن الإسلام السياسي دائما ما يتجدد في صور أخرى، وتلك الصور يمكن أن تختلف بالمسميات وكذلك حتى بالاستراتيجيات. ومن ناحية المسميات يمكن أن نجد اليوم عوض أن تكون حركة النهضة أن تكون حزب آخر يتبنى خيارات جديدة مثل خيارات الإسلام لايت، مثل خيارات اليسار الإسلامي، مثل ما كان في سنوات الثمانينات، يمكن أن يذهبوا إلى هذه المقاربة الجديدة، المقاربة الجديدة القديمة بالنسبة إلى تونس بالنسبة للمشهد السياسي التونسي. يمكن أن يذهبوا اليوم إلى مثل هذه المعادلة لإعادة انبعاث من جديد بعث يعني مشروع حزب إسلامي مبني على معادلات أخرى قد تكون أكثر ديمقراطية مما كانت عليه حركة النهضة التي تشبثت في داخلها بالبناء القاعدي للجماعة الإسلامية، ولم تذهب نحو تحسين فعلي أو مراجعة فعلية لأدبياتها الإسلامية وأدبياتها السياسية المنبنية على أدبيات تأسيس يعني جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في مصر.